فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل سماع الأشرطة العلمية تغني سماع الأشرطة الدروس العلمية تغني عن الرحلة في الطلب؟ لا تغني عن استماع الأشرطة، لا يغني عن الرحلة في الطلب. الرحلة في الطلب أفضل، لأن الطالب يجلس إلى العالم ويتلقى منه مباشرة، ثم إنه ربما يحصل إشكال أو مراجعة فلا يحصل عليه فيما إذا استمع إلى الأشرفة. لكن لا شك أنه إذا استمع إلى الأشرفة سيستفيد، فهي خير من الترك، فهي يعني الأشرطة خير من الترك، لكن إذا ارتحل في طلب العلم فهو أفضل وأنفع. لكن توجيهكم لمن مثلا المنطقة اللي هو موجود فيها مثلا ما فيها علماء، ما هو يعني توجيهكم؟ توجيهنا أن يستمع إلى الأشرطة، لكن أشرطة من؟ أشرطة العلماء الموثوق بعلمه من حيث سعة العلم ومن حيث الأمانة في أداء العلم. نعم.